قبل ما نختم نحن وياكم رح ياخذ اتصال بشكل سريع من عنصر بفوج اطفاء بيروت. يبدو وصلهم شيء على تليفوناتهم، بده يخبرنا شو صاير معهم من بعد الملف يلي حكينا عن كل تفاصيله وعن الحقيقه حول استشهاد محمد المولى وعادل سعدي الله يرحمهم. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير، تفضل. كيف الصحه؟ اول شيء بدي وجه تحيه للتقرير اللي عملتوه، كثير دقيق وكثير موضوعي، وبدي وجه تحيه لرفقاتي. نعم، شو صار من بعد ما انعرض التقرير معكم؟ نحن اليوم متحيين العائلة، نحن من كل الفريق بنشتغل مع بعضنا، ميتنا اثنين اخواتنا، لنا حق نزعل، لنا حق نجن، طبعا نخرب الدنيا، ما عملنا شيء، عملنا المينيموم ومقصرين بحقهم. شو صار؟ صرنا تقرير كثير دقيق وكثير موضوعي. ليش نحن بنتحمل مسؤولية حدا غلط أو ما غلط؟ ما فينا نقرر نحن، بس ليش نحن بنتحمل؟ بس قل لي شو صار من بعد ما انعرض التقرير؟ من منع نعبر او حيلا نوجه حيلا رساله او مين منعكم؟ او حيلا اشاره. مين اللي منع؟ جانا اتصالات من غرفه العمليات عنا، يعني القياده اللي عنا، انه اوعى حدا يعطي كلمه يعبر يحكي على التواصل الاجتماعي. نعم. العمليات اللي عنا يعني. منعوكم تحكوا على الفيسبوك، منعوكم تحكوا وين ما كان، ما قالوا لكم هيدي الاوامر من مين ولا صادره عن قياده؟ هيك بتجي، ما نحن بتجينا اوامر شفهيه وبتجينا اوامر خطيه بتتنفذ. هيدا كيف اجى الامر؟ اجى شفهي على التليفون. على التليفونات بيجي من بعد ما طرحنا الموضوع بحكي جالس. صح. كيف جبتوا؟ ما بعرف، انتوا جبتوا معلومات، انتوا اشتغلتوا عليها، انتوا كذا، نحن بنتحمل مسؤوليه اغلاط غيرنا عاملها، ليش؟ ما لنا حق نزعل وما لنا حق نعبر، شو بنعمل يعني؟ بالعكس، حقكم تعبروا وتعملوا اكثر من هيك. نعم، شكرا لك، شكرا لك. انا يلي بدي اقوله انه هودي الشباب اول شيء قضيتهم تحولت لقضيه راي عام، الناس شافت كل شيء والناس عرفت التفاصيل كلها، شباب فوج الاطفاء هن كمان من الراي العام، وهودي اخواتهم يلي ماتوا لازم يعبروا وين ما كانوا، لازم يحكوا وين ما كانوا، وجعهم اكبر من وجع عيال الشباب لانه بيقضوا وقت اكثر من ما بيقضوا هالشباب مع عيالهم، وهيدا القمع ما بيفيد وما رح يوصل لمحل، في ناس ما بتقبل الحقيقه وما بدها حدا يحكي الحقيقه، هودي الشباب هن الابطال، وهودي الشباب هن اللي رح يوصلونا للحقيقة، وهن اللي رح يوصلونا لمحاسبة المسؤول. حيش كل ما ينعمل ملف يطلع حدا بده يسكت العالم، ووفاة هودي الشابين ما رح تروح دعان وما رح نقبل انها تروح دعان، هيدي شغلة ما رح نسكت عنها مثل ما نحن ما مننسى. توضيح أخير، جينا اتصال من الشباب يلي قالوا انه هن من حركة أمل، وقلنا عن اسم الشخص هيثم رمضان إذا مش غلطان. التوضيح يلي اجينا من هيثم رمضان بيقول انه السياره لإله، هيدي السياره يلي انحطت، ولكن يلي عمل هيدا الشيء اسمه علي شرف الدين، السياره ما كان هو موجود فيها يبدو، وعم بيقول مين الشخص اللي عمل هيدا الشيء. بنتمنى كمان تكون توضحت تجاه هيثم هيدي الامور. كل اللبنانيين والمشاهدين بترفعوا الصوت عالي، كل شيء بتشوفوه بتبلغوا الاعلام، بتبلغوا احكي جالس، نحن ما رح نسكت عن اي قضيه. الى اللقاء.